بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس للصف الخامس الابتدائي، المادة الرياضيات، الفصل الدراسي الأول. عنوان الدرس القيمة المنزلية. القيمة المنزلية، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الفكرة العامة، القيمة المنزلية، ماذا تعني القيمة المنزلية؟ القيمة المنزلية إيش تعريفها؟ إيش تعني؟ القيمة المنزلية عبارة عن، أقول لك، هي القيمة المنزلية هي القيمة التي يأخذها الرقم بحسب موقعه في العدد. هي القيمة التي يأخذها الرقم بحسب موقعه في العدد. أها، أجل معنى كذا أن هناك رقم وهناك عدد. طيب إيش الفرق بين الرقم؟ ما هو الفرق بين الرقم والعدد؟ ما هو الفرق بين الرقم والعدد؟ الأرقام هي محدودة، دائما تبدأ من الصفر إلى التسعة. يعني الصفر عبارة عن رقم إذا جاء لوحده، الواحد عبارة عن رقم إذا جاء لوحدة، وأيضا الاثنين عبارة عن رقم إذا جاءت لوحدها، الثلاثة أربعة خمسة إلى التسعة عبارة عن أرقام إذا جاءت لوحدها. طيب إيش معنى الأعداد؟ الأعداد هي تتكون من أرقام. مثال عندي العدد 25 يتكون من الرقم 5 والرقم 2. يتكون من رقم 5 والرقم 2. يعني الأعداد تتكون من أرقام، إذا كان هناك أكثر من رقم كونت عدد. كونت عدد. مثل الآن الرقم 42 فهو يتكون من العدد 42، يتكون من الرقم 2 ورقم 4. طيب سؤال، ممكن أنه يكون هناك رقم مكون من عدد مكون من رقم واحد؟ عدد مكون من رقم واحد، نعم ممكن أن تكون العدد من رقم واحد. مثل العدد 7 تكون من رقم واحد فقط. طيب ايش يعني هذا؟ هذا يعني أنه ممكن نسمي الأرقام أعداد. يعني أحيانا ممكن نسمي الأرقام عدد، ممكن نسمي الرقم هو عدد. مثال، مما تتكون الأعداد التالية. نأخذ الآن العدد الأول 10، يتكون من الرقم 0 والرقم 1. نجينا عند العدد 14، 14 هذا يتكون من الرقم 4 والرقم 1. أجل 14 يتكون من الرقم 4 والرقم 1. طيب إذا جينا عند 55، 55 العدد 55 يتكون من رقمين، الرقم 5 والرقم 5. لأن عندي 5 في الآحاد و5 في العشرات، بالتالي أن العدد 55 يتكون من رقمين، الرقم 5 والرقم 5. حتى إذا كانت متشابهة، قد تكون الأرقام كلها متشابهة، 5555 عبارة عن خمسات، ولكن كل واحدة منها عبارة عن رقم وموجود في خانة معينة. طيب نشوف العدد. الآن نشوف العدد 4782. يتكون من الرقم 2 8 7 4. فبالتالي أن الرقم 4782 يتكون من الأرقام التالية 2 8 7 4. طيب الآن عندي العدد 8، هذا اللي تكلمنا عنه، أن العدد 8 يتكون من رقم واحد فقط اللي هو 8. العدد 8 يتكون من رقم واحد اللي هو العدد الرقم 8. بإمكاننا نقول أن العدد، أن الرقم 8 عبارة عن عدد. ممكن نقول العدد 8 أو نقول الرقم 8.
خلينا الآن قال القيمة المنزلية، خلينا نعرف وش معنى المنازل، إيش معنى منزلة؟ القيمة المنزلية علشان نعرف قيمة القيمة المنزلية، خلينا نعرف وش معنى منزلة. المنزلة إحنا أخذناها في أولى وثاني وثالث، إيش هي المنزلة؟ هي عبارة عن خانات، خانات العدد اللي هي الآحاد، العشرات، المئات. ولكن كل منزلة عندنا جميع الأرقام تتكون من ثلاث منازل فقط. نعم جميعها. طيب إذا كان العدد كبير فيه آلاف، لحظة شوي نشوف الآن. إذا كان أنا عندي آحاد، عشرات، مئات، وهذه تسمى دورة، دورة الآحاد. طيب إذا كان الرقم كبير في آلاف، نفتح دورة جديدة نسميها دورة الألوف. طيب إذا كان الرقم أكبر من الألوف، ملايين، أفتح دورة ثالثة اللي هي دورة الملايين. فبالتالي هنا يصير عندنا دورة الآحاد تتكون من آحاد، عشرات، مئات، ودورة الألوف أيضا تتكون من آحاد وعشرات ومئات. ولكن آحاد لمين؟ آحاد الألوف، ما أقدر أقول آحاد وأسكت، لازم أقول آحاد الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف. الآن من جديد عندي دورة، كل ثلاث خانات تسمى دورة، دورة الآحاد، عندنا دورة الآحاد تتكون من آحاد، عشرات، مئات. هذه دورة أول ثلاثة أرقام تسمى دورة الآحاد، آحاد، عشرات، مئات. إذا زاد الرقم عن كذا بنقول نفتح دورة جديدة تسمى دورة الألوف، فصار عندنا دورة الألوف تتكون من آحاد الألوف، عشرات الألوف، ومئات الألوف. إذا زاد الرقم على الألوف نفتح دورة جديدة نسميها دورة الملايين، برضو عند آحاد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، وهكذا. جميع الأرقام تقسم إلى ثلاث خانات، آحاد، عشرات، مئات، ثم تسمى دورة، ثم آحاد، عشرات، مئات تسمى دورة. الأولى دورة الآحاد، دورة الآحاد، دورة الألوف، دورة الملايين، وهكذا. الآن خلينا ندخل على القيمة المنزلية. خلينا نوزع الرقم هذا، نوزعه على جدول المنازل، على جدول المنازل. عند جدول المنازل بالشكل التالي، إذا جينا نوزع الرقم هذا على جدول المنازل، فبالتالي الواحد هذا آحاد. وين يكون؟ يكون في دورة الآحاد في الآحاد، يعني راح يكتب الواحد هنا في دورة الآحاد في الآحاد بالشكل هذا. هنا الواحد في دورة الآحاد يصير في الآحاد، دورة الآحاد. طيب ممتاز. طيب الخمسة عبارة عن عشرات في دورة الآحاد، أيضا عشرات في دورة الآحاد، هذا العشرات في دورة الآحاد عبارة عن رقم خمسة. خلونا علشان نبين. طيب المئات، المئات عبارة عن الرقم ستة، أجل في دورة الآحاد مئات عبارة عن رقم ستة. الآن في دورة الآحاد عندي آحاد اللي هو الرقم واحد في الآحاد، الرقم خمسة في العشرات، الرقم ستة في المئات. كيف أقرأ هذه الدورة؟ تقرأ 651. ليش؟ لأن عندي آحاد عبارة عن واحد، العشرات خمسة، ما أقول خمسة في العشرات، أقول 50. المئات ستة، ما نقول ستة، نقول 600. فبالتالي لو نيجي نقرأ المنزلة كاملة، فبنقول الدورة كاملة بنقول 651. 651
هذا تسمى قيمة المنزلة. قيمة المنزلة الآن في العشرات عندي 5 ولكن قيمتها 50، عندي في المئات عندي 6 ولكن قيمتها 600، لذلك تساعدني في القراءة، فأجي أقرأ أقول 651. نكمل الآن لدورة جديدة، الرقم الآن ما خلص، لازم أفتح دورة جديدة، أفتح دورة جديدة وأكتب عليها أكمل إسقاط الأرقام على الدورة الجديدة. أجل أحد الألوف كم بيصير؟ نعم ممتاز، بيصير الرقم 2. ممتاز. طيب عشرات الألوف كم بيصير؟ الرقم 7. ممتاز. طيب مئات الألوف كم تبي تصير؟ الرقم 1. خلونا نقرأ دورة الألوف لوحدها. دورة الألوف عندي أحد الألوف 2، يعني ما هي باثنين، يعني 2000 لأنها موجودة في دورة الألوف. عشرات الألوف 7، ما أقول 70، أقول 70,000 لأنها موجودة في دورة الألوف، لابد أنسب الرقم إلى الدورة اللي هو موجود فيها. فبالتالي أنا عندي هنا 7 هذه موجودة في العشرات، أجل 70 موجودة في دورة الألوف بتصير 70,000. نفس الطريقة الواحد موجود في المئات، أجل 100 موجود في الألوف، أجل 100,000. إذا جينا نقرأها 100 نقول 172,000، أنسبها، أقرأ الرقم كامل ثم أنسبه للدورة اللي هو فيها، أقرأ الرقم كامل ثم أنسبه للدورة. كيف؟ هذا الرقم 172، بس لازم أقول 172,000 لأنه موجود في دورة الألوف. أما هنا بقول 651 واسكت لأنه موجود في دورة الأحاد. أما هذا 172 موجود في دورة الألوف، لابد أنسبه للدورة اللي هو فيها، فبيصير 172,000. 172,000، فبالتالي دورة الألوف 172,000، دورة الآحاد 651. طيب كيف يقرأ العدد كامل في دورة الآحاد ودورة الألوف؟ اقرأ الألوف، نبدأ من اليسار دائما، وش اللي في اليسار؟ دورة الألوف، نبدأ بدورة الألوف. دورة الألوف عبارة عن 172,000. ممتاز، 172,000، ما نقول 172 ونسكت، لأن لو سكتنا صارت دورة أحد، فنصير نقول 172,000 و651. الآن قرأت الرقم كامل، فبالتالي لو جيت أقرأ الرقم هنا بقول 172,000 لأنه موجود في دورة الألوف، و651 لأنه موجودة في دورة الأحد. أتوقع كذا بدأت الآن الأمور تتضح. طيب شو القيمة المنزلية للعدد 7؟ العدد 7 هذا موجود عند عشرات أجل 70، بس دورة الألوف أجل 70,000. هذا الرقم 2 موجود عند الأحاد أجل 2، ولكن عند الألوف يصير 2000، ما يصير 2 يصير 2000. الرقم 1 القيمة المنزلية له مئات، يعني 100، ولكن موجود في دورة الألوف نقول 100,000. رقم 6 موجود في المئات أيضا ولكن موجود في مئات الآحاد، فنقول 600. 600. طيب الآن ما هي القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط؟ الرقم الذي تحت خط الآن اللي هو الرقم كم؟ 7. خلنا نوزع الأرقام على الدورة، على الدورات اللي هي دورة الأحاد ودورة الألوف. خلنا نوزع عليها الأرقام. هنا في الأحاد يكون الرقم كم؟ 1. ممتاز جدا. طيب شوف الآن العشرات كم بيصير فيه؟ اللي بيصير في العشرات الأحاد، عشرات الأحاد 5. ممتاز، 5 في عشرات الأحاد. طيب عشرات مئات الأحاد
الرقم 6. امسك الترتيب من اليسار، من اليمين الى اليسار، احاد، عشرات، مئات، فتصير المئات عندي 6، فهي مئات الاحاد 6. مئات الاحاد 6. الان مئات احاد الالوف، احاد الالوف اللي هو الاثنين، احاد الالوف اللي هو الرقم 2. الرقم 2. طيب عشرات الألوف، عشرات الألوف اللي هو الرقم المطلوب اللي هو 7، عشرات الألوف هو الرقم المطلوب اللي هو 7. طيب مئات الألوف، المئات الألوف عبارة عن رقم 1. طيب خلينا نغير اللون هذا علشان ما يصير الرقم المطلوب. اكتب رقم 1 هنا في احد باللون الاحمر. طيب الان عندي الاحاد 1، العشرات 5، المئات 6، أحاد الألوف 2، عشرات الألوف 7، مئات الألوف 1. كم قيمة السبعة هذه؟ هذا المطلوب من السؤال، يقول ما هي قيمة القيمة المنزلية، ما هي القيمة المنزلية، ما هي القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط اللي هو 7؟ كم قيمته المنزلية؟ أنا أعرف أنه 7، بس في أي في أي دورة وكم قيمته؟ هو الآن موجود في دورة الألوف عند العشرات، ما دام عشرات بقول 70، ما دام عشرات بقول 70، دام في دورة الألوف أجل راح أقول 70,000، راح أقول 70,000، خانة العشرات 70، خانة الألوف في دورة الألوف فبنقول 70,000، 70,000. ممتاز. تمرين آخر، اكتب العدد التالي ثم اقرأه. الآن نبي نكتب العدد في جدول المنازل ثم نقرأه. جدول المنازل أنزل هنا بيصير الرقم كم؟ هنا 3 لأن في الآحاد. ممتاز. العشرات كم بتصير؟ العشرات 9. ممتاز. والمئات كم؟ 0. أحاد الألوف كم راح يصير؟ رقم 2. مئات عشرات الألوف راح تصير الرقم 7. وآخر شيء اللي هي مئات الألوف راح يصير الرقم 4. الآن خلينا نقرأ الرقم هذا. خلينا نقرأ العدد هذا. خلينا نقرأ العدد هذا. بيصير عندي أول شيء في دورة الآحاد، طبعاً إحنا راح نقرأ من دورة الألوف، ما راح نقرأ من دورة الآحاد، دورة الألوف أول دورة من جهة اليسار، راح نبدأ دائما القراءة من جهة اليسار، دائما القراءة تكون من جهة اليسار، فبيصير عندي 4 في المئات بتصير 400، وهنا 70 وهنا 2، فيصير 472. نقرأ الرقم كامل ولكن ننسبه للدورة، 472,000. 472,000. وأيضا في دورة الأحاد 93. أجل معنى كذا قراءة العدد 472,000 و93. 472,000 و93. 472,000 و93. بنفس الطريقة راح نوزع الرقم هنا. هذا بيصير احاد، خلينا نوزعه في نفس المكان المره هذه بدون ما ننزله، بس نتخيل ان الخمسه هنا والاثنين هنا، هنا بيصير 0 وهنا 0 وهنا 9، فبصير عندي 3 خانات، 1 2 3، هذه دوره الاحاد، 1 2 3 هذه دوره
الألوف، فبيصير عندي في دورة الألوف 900، فبتصير 900,025. 900,025، لأن هذا عبارة عن دورة الألوف 900، بس في دورة الألوف نقول 900,000. دورة الآحاد 25، لأن المئات صفر، فبتصير 25، 900,025. ممتاز ممتاز. طيب ممتاز، خلينا نعرف الآن الرقم اللي تحت خط. الرقم اللي تحت خط هو 7، بس في أي خانة علشان نعرف القيمة المنزلية له؟ فبيصير عندي 1 2 3، هذه دورة الآحاد، 1 2 3 هذه دورة الألوف. ممتاز، فالسبعة راح تكون في هذه أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، فبتصير في مئات الألوف. السبعة راح تصير في مئات الألوف، دامها في مئات الألوف كم قيمتها؟ بتصير 700,000. 700 لأنها في المئات، بتصير 700 لأنها في المئات، والألف لأنها في خانة الألوف، فبتصير عندي 700,000. القيمة المنزلية للرقم، القيمة المنزلية للرقم 7 هو 700,000، لأنه موجود في دورة الألوف في المئات، مئات الألوف، مئات الألوف. سؤال آخر، نفس النظام، نفس الطريقة، نتبع عليه نفس الآلية. عندي 1 2 3 هذه دورة الآحاد، و 1 2 3 هذه دورة الألوف. الخمسة موجودة في آحاد الألوف. آحاد الألوف يعني خمسة، بس خمسة إيش؟ 5,000، لأنها موجودة في آحاد الألوف، فبتصير 5,000. 5,000، بتصير 5,000. ليش؟ لأنها موجودة في خانة آحاد الألوف، فقيمتها 5، ولكن موجودة في دورة الألوف، فبتصير 5,000. 5,000. نكتب هذا الشكل، هذا 5,000، هذه قيمة الرقم اللي تحت خط، الرقم اللي تحت خط. أتوقع الآن بدأت القيمة المنزلية تكون واضحة جدا. القيمة المنزلية هي قيمة الرقم، يا سلام، قلنا الرقم قيمة هي القيمة، قيمة الرقم حسب موقعه في العدد، موقعها في العدد، أين موقعها في العدد؟ هذا الخمسة موقعها في العدد في آحاد الألوف، فبالتالي هي بتصير 5,000. وش السبب؟ لأن موجودة موقعها هي 5، قيمة الرقم اللي هو الرقم 5 حسب موقعه في العدد، موقعها في العدد في آحاد الألوف، فبتصير 5,000. تصير 5,000، واضح. طيب لو سألنا كم قيمة الثلاثة؟ عشرات، تصير 30. كم قيمة الثمانية؟ الثمانية عبارة عن 800,000، عبارة عن 800,000، فبتصير هذه 6، 30، هذه تصير 200، 5,000. الصفر هذا في خانة عشرات الألوف، يعني عشرات الألوف ما في شيء، ثم الآن هذا في خانة مئات الألوف، فبتصير خانة مئات الألوف هنا 8. خانة مئات الألوف هي عبارة عن 8، فبتصير 800,000. إذا كنا نبغى نعرف قيمة المنزلية للرقم 8، للرقم 8. إلى هنا نصل إلى نهاية درس القيمة المنزلية. أشكركم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.